واضح طبعا يا سيد مجدي من المكالمة اللي سمعناها دي ان في اتفاق تم بين سمير وسليمان بخصوص حادثة المرحوم اخوك. للأسف ايوه. بس السؤال هنا اللي بيفرض نفسه، ايه مصلحة سمير في موت اخوك؟ الحقيقة مش عارف. بس هو بقى يعرف. حضرتك قصدك سمير؟ لا، اللي حرضه. اللي حرضه؟ انا مش فاهم حضرتك قصدك ايه خالص. بالتأكيد فيه محرض، اللي هو المستفيد الحقيقي من موت اخوك. ومين اللي استفاد من موت كمال؟ بالتفكير البسيط هتعرف. تقدر تقول لي يا سيد مجدي، في حالة وفاة أخوك مين اللي ممكن يورثه؟ طبعا ولاده ومراته. طب ولاده صغيرين ومستحيل طبعا يقدروا يفكروا مجرد تفكير بسيط في جريمة كبيرة زي دي. يبقى بقى مش فاضل غير مراته، أرملته، مرات سيادتك. عنايات؟ الحلقة دي يا عم مجدي جه ومعاه ظابط وعساكر. ظابط وعساكر؟ لازم جه وكابهم معاه عشان نلعب عسكر وحرامية. نلعب ايه بس انت كمان؟ طب انا هنزل اشوف فيه ايه. اجي معاكي. لا خليك انا مع اختك. اطلعي انداي ست عنايات يا فايزه. حاضر يا بيه. اتفضل يا حضرة الظابط. في حاجه يا مجدي بيه؟ خليك انت مع الولاد يا ليلى. يا ست هاني، الاستاذ مجدي عايز حضرتك تحت. مجدي هو رجع؟ رجع يا فندم ومعاه ضابط بوليس. بوليس عشان ايه؟ ما عنديش فكره يا ست هاني، هو قال لي اندهلك وبس. طب اجري انت دلوقتي يا فايزه. حاضر ماما. ما تخافيش حبيبتي انا معاك. يلا دلوقتي وانا هحكي لكم حكايه حلوه قوي قوي قوي. اسمها ايه؟ حكايه الاميره مرفت والامير علاء. ها اسمها ايه؟ انا عاوز اسمع حدوته الاميره مرفت. بس كده؟ حاضر. بس المرحوم كمال مات بقاله مده، والتحقيق اثبت ان الحادثه قضاء وقدر. انا مش قادره افهم ليه سيادتك بتفتح الموضوع ده دلوقتي. ظهرت أدلة جديدة يا هانم ثبت فيها إن الحادثة كانت مدبرة. مدبرة؟ جريمة يعني؟ بتدبير تم من سايس الإسطبل وسمير أخوك. سمير؟ مش ممكن، مستحيل سمير يعمل كده. يا مدام عنايات، أنا معايا أمر من النيابة باستدعائك لأنك متهمة بالتحريض على قتل جوزك السابق المرحوم كمال الشوارج. لا ده مستحيل. مستحيل. مش ممكن، مستحيل أعمل كده. طب إزاي وليه؟ مجدي قول لهم يا مجدي، قول لهم ان انا مش ممكن اعمل كده. مجدي انت ما بتردش ليه؟ انت مصدقهم؟ انت بتشك فيا يا مجدي؟ لا انا ما عملتش حاجه، انا يا بريئه، بنتي بريئه، بنتي بريئه.
أنا ما قتلتوش، ما قتلتوش، ده كان جوزي وأبو بنتي. بنتي حبيبتي، بنتي يا ناريه، ما عملتش حاجة. بنتي حبيبتي. ليلى طلعي الولاد فوق حالا. لا لا أرجوك أبوس إيدك، ما تخافش يا أبوها، بنتي ما عملتش حاجة. بنتي مريحة، بنتي أبوس إيدك. فتش يا عسكري. Thank you.
ما يردش. معلش يمكن علقت مع نمرة غلط، جربيها تانية يا استاذ عزيز. ضروري هجربها، ما انا لازم اجربها، ضروري الاقيه. والبوليس جالك ليه؟ مش حد حط ايده في الموضوع؟ طب ما ديني سبت البيت وجيت استخبيت عند قريبي هنا من ساعتها، ما هم دوروا عليك ما لقيوكش، جري ورايا انا. مالهمش عندك حاجه لحد دلوقتي؟ مالهمش. والبعد دلوقتي مالهمش. وعزيزه تفتكر هتتكلم؟ افتكر؟ ده انا متاكد ما هتروح معانا في ده، بس هتنجي بنتها. ده يبقى الطوفان بقى، ونستنى لحد ما يغرقنا. لا، المثل بيقول ان جالك الطوفان حط ابنك تحت رجليك وفلسع. يعني ما يعنيش، هي هتبقى اغلى من مين يعني؟ نخلص وفورا. الو، مين؟ سمير، انت فين يا ابني؟ الحقني، مصيبة، البوليس قبض على عنايات اختك. ايه؟ ازاي الكلام ده؟ لا 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 طبعا، مستحيل ارضى بكده. انا كنت متأكدة انك مش ممكن توافق ان اختك تتبهدل. هجيلك اخدك ونروح نيابة علشان نعترف. هجيلك البيت. انت مش في البيت؟ طب امال فين؟ لا، عرفت. طيب اوعى تتحرك. فين ليلى؟ مع الاولاد في اوضتهم فوق يا استاذ عزيز. في اوضتها؟ طيب. لا حول الله يا ربي، الوليه باين مخها انهرش. انا عاوزه ماما، وديني لماما. طيب يا حبيبتي، ماما هتيجي دلوقتي. اقعدي يا حبيبتي، اهدي بس. ليلى تعالي يا ليلى، انا عاوزاكي. في ايه يا استاذ عزيز؟ انا عاوزه اروح لماما. ماما راح ترجع يا حبيبتي، ما تخافيش، خليك معاك. وديني على لماما. ما تخافيش يا ميرفت. في ايه يا استاذ عزيز؟ ليلى عنايه بريئه، عنايه ما عملتش حاجه. ما تخافيش عليها يا استاذ. انا هروح لسمير، هنقول الحقيقه، يمكن ما يرضاش، يمكن يخاف على روحه. لازم تبلغ البوليس، هو موعدني. انا قلت لك هقابله فين؟ ما قلتلكيش. هقابله في كازن الاهرام اللي في اخر شارع الهرم. لكن انت لازم تبلغ البوليس. انا هاخده ونروح النيابه. لازم نثبت براءه عنايات. ما كنتيش بتركبي خيل مع المرحوم كمال؟ سعيد. يعني رحت النادي قبل كده؟ احيانا كنت بروح. تبقى تعرفي سليمان. سليمان مين؟ السالس. معرفوش. ده كان المختص بالخيول بتاع جوزك. قلت معرفوش. ازاي قلتيلي انك رحت النادي كتير واحيانا كنت بتركبي خيل وما تعرفيش السايس المختص بخيول جوزك؟ مش المفروض ان انا اعرف. طب وسمير اخوكي؟ معرفش. سمير كان بيروح النادي؟ ايوه. لوحده وساعات معانا. ما شفتيش بيتكلم مع سليمان؟ انا ما شفتش حد، صدقوني انا معرفش حاجه، انا بريئه بريئه. طيب مالك بتسالي كده؟ انا مستطعين ليك يا لولا. ايه يا ابو ابراهيم؟ لا تقولي طب صباح الخير وانا زي كل اول. انا عايزاك حاجه مهمه قوي. ايه يا لولا؟ في ايه يا بنتي؟ حصل ايه؟ في مصيبه حصلت. ايه يا ليلى يا بنتي؟ مال؟ الحق يا عم ابراهيم، البوليس قبض على عنايه هاني. يا ستي ليه؟ عملت ايه؟ اتهموها بقتلك المرحوم كمال. ايه؟ مش معقول. والنيابه بتحقق معاها، ووالدتها بعتتني عشان. والدتها مين يا بنتي؟ انت جرى لعقلك حاجه يا ليلى؟ ايوه يا عم ابراهيم، زي ما بقولك كده، اصل اتضح ان الست عزيزه تبقى ام عنايات. ايه يا بنت اللي بتقوليه ده؟ ده كلام ولا الروايات يا لولا؟ هي دي الحقيقه، واحنا لازم نروح البوليس نبلغه دلوقتي حالا. انت مش بتقولي ان البوليس مسكها؟
ايوه بس احنا هنبلغهم على حاجه ثانيه مهمه جدا. يلا بقى لحسن مبقاش في وقت. فردوس انت فاهمه حاجه؟ ابدا يا اخويا. يا عم ابراهيم تعالى معايا انا هفهمك كل حاجه في السكه. طب بس طب يا اخويا خد يا اخويا خد. يا سلام يا ابراهيم يا ساتر استر. يلا بقى. ها يا ساتر يا ساتر يا رب. لطفك يا رب. الفل يا ست هانم. يا اخويا بقى تعني بلا فل بلا فل. الفل الفل. ابراهيم خير يا مجدي بيه؟ ايه اللي حصل؟ قال انت ايه اللي جابك؟ انا اللي رحت له عشان نبلغ البوليس عن سمير. سمير اختفى، ساب البيت والبوليس بيدور عليه. ده اتصل بست عزيزه وطلب منها انها تقابله دلوقتي. اتصل بست عزيزه؟ ايوه. ده مجرم اكيد ناوي على شر. انا لازم اروح ادور عليه. واحنا معاك يا ابني، رجلنا على رجلك. وانا معاك. لا في الحاله دي لازم نبلغ الاول. سياره 128 ملاكي جيزه رقم 26417 صفراء اللون، متجهة إلى آخر شارع الهرم، مطلوب اعتراضها والقبض على السائق مع ملاحظة غلق جميع المنافذ الفرعية المؤدية إلى الشارع العمومي. العربية المطلوبة يا فندم. فين هي؟ واقفة هناك اهي بس ما فيهاش حد. في حالة بيه؟ اسكت انت. اطلع. تعالى معايا. الفل يا هانم. الفل. يا اخي ابعد عني بلا فل بلا باب. استعزيزة. استعزيزة. الفل يا بيه. الفل يا بيه. قول لي يا اخي بتاع ايه؟ اطلع على جبل ابو رواش يا اسطى. خبر ايه يا سمير يا ابني؟ انت واخدني ورايح على فين؟ هو احنا مش هنروح للنيابه؟ طبعا طبعا، بس اصلي لازم ناخد سليمان معانا عشان الاعتراف يبقى كامل. مظبوط يا حبيبي، معاك حق. من ايه يا ابني اللي جابه في جبل مقطوع زي ده؟ ما اصلي مستخبي مجدي. اصلي مجدي كان راح له وكان عايز يوقعه في حكايه كمال، بس انا لازم اقنعه. انا ما يرضنيش ابدا ان اختي عنايات تنضر في جريمه هي ملهاش يد فيها. معك حق يا حبيبي، ربنا يخليك ويحميك لشبابك. اطمني اطمني. تمام يا فندم. جالي واحد ركبت معاه تاكسي وقال اطلع على جبل ابو رواش. هنعمل ايه دلوقتي يا فندم؟ لازم نحقق حالا نطلع على جبل ابو رواش. مش هيصدقوني لما يعرفوا انها بنتي. قلت لازم اقابلك عشان نروح ونشهد سوا. طبعا يا ست عزيزه، عين العقل.
لكن لما انت تقول لهم هيصدقوك. مش انت هتقول لهم ان انا نيات بريئه؟ طبعا بريئه، انا بريئه، واحنا اللي عملناها. انت اللي قتلت كمال الشوارب؟ لا، حررت اخوك وساس على قتله. ابدا، دبرت الجريمه سوا. ما حصلش. الانكار ما منوش فايده، كل الادله ضدك احسن لك تعتذر. صدقني انا ما قتلتش كمال، ما قتلتوش. قتل كمال ليه بس؟ ليه؟ اتفضل يا ست عزيزة، خد يا اسطى، خلي البيع عشان شكرنا بيه. اتفضل يا ست عزيزة، مع السلامة. انت مشيت التاكسي ليه؟ امال هنروح النيابه في ايه؟ لا ما... ايوه ما هو سليمان مع التاكسي بتاعه كده. يلا يلا، ربنا يهديك. يلا. ليه؟ انا بقول نستنى هنا يا فندم، التاكسيات اللي نازله اكيد مش هيكونوا كتير. نسالهم راحوا فين بالظبط. فكره مش بطاله، مفيش مانع. راجل ابو رواش؟ ايوه يا بيه. سميره كان معاك؟ عروسه دخلت الليله. طب الجبل ده كله ازاي؟ لا 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 لا، في سكه من هنا كده، المطلع بتاعها سهل. بقول ايه، انت مالي ايدك من سليمان ده؟ الا مالي ايدي يا ست عزيزه، وحتى اذا مش مالي ايدي ده ناخده غصب عنه يشهد. طيب. انا معقول برضو ارضى ان اختي عنايات تتزنق في ازمه زي دي؟ طيب. اتفضلي اتفضلي. ايوه وصلته. طب دور واطلع قدامنا ورينا المكان بالظبط. حاضر يا بيه. بسرعه. نزلتهم هنا بالظبط. طب واحنا هنلاقيهم هنا فين يا فندم؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ساتر يا رب، وده ايه يا ابني اللي مقعده هنا كده؟ اهم يا مرحب يا مرحب. العام يا سمير. Thank you.
عزيزه. سلامتك يا ست عزيزه، سلامتك. فين مجدي؟ انا عاوز يا مجدي. حاضر مجدي. يا مجدي بيه، يا مجدي بيه، الحق نعمل معروف. قبل ما نموت يا ست عزيزة، إن شاء الله ربنا هياخد بيدك وتفرحي ببراءة بنتك. بنتي بريئة يا إبراهيم، ومجدي لازم يعرف إن بنتي بريئة. ممكن يطلب لها الإسعاف يا حضرة الضابط؟ طيب طيب، خليك وأنا هعمل لازم. مجدي مفيش لزوم يا ابني، خلاص العمر ما عادش فيه بقية، بس قبل ما أموت لازم تعرف الحقيقة، لازم تعرف إن مراتك بريئة ملهاش ذنب بكل اللي حصل لكمال أخوك. أنا اللي دبرت كل حاجة. أنتي؟ أرجوك اسمعني للآخر. أنا كنت بتعذب وأنا شايفة بنتي وكمال أخوك بيعملها زي ما تكون جري عنده اشتراها بالمال، لكن أنا كنت بصبرها ومخليها تستحمل عشان ما تسيبش البيت. لو كمال أخوك طلقها كانت شي هتلاقي حد يمدلها إيده. أبوها مات ما سابلهاش حاجة خالص، وأنا كنت عاوزاها تفضل متمتعة بالعز اللي كانت عايشة فيه طول عمرها، كنت عاوزاها تتهنى بفلوس وثروة جوزها. لكن في يوم من الأيام وأنا ماشية في الفيلم سمعت كمال أخوك وهو بيتكلم معاك في المكتب. إيه الكلام الغريب اللي أنت بتقوله ده يا كمال؟ يا سيدي مش غريب ولا حاجة، علاء فعلا ملوش حد غيري. صحيح الأعمار بيد الله، لكن لو أنا جرالي حاجة ولا مت فجأة لازم اكون موفر له كل الضمانات اللي تخليه يعيش طول عمره مستريح. انا فعلا هتنازل لعلاء عن كل ثروتي، هتنازله بعقد مسجل، ومن بكره هبعت اجيب محامي عشان يتمم الاجراءات دي. كمال، اذا كان الكلام اللي انت بتقوله ده جد فتبقى غلطان، غلطان في حق عنايات وفي حق ميرفت، وغلطان كمان في حق علاء نفسه. ليه بقى؟ فضلت طول الليل افكر في اللي ممكن يحصل لعنايات لو كمال نفذ اللي قالك عليه. كنت عارفة ان علاء ما بيحبهاش، ولو استحملها وهو عيل مش ممكن هيستحملها وهو راجل، وكان لازم هيطردها لما يكبر ويبقى مسؤول عن الثروة اللي ملهاش فيها اي حاجة. قلت لازم احمي بنتي من غدر الايام. فكرت كتير، واول الفجر ما طلع خدت بعضي ورحت لسمير. ايوه مين؟ بس فرح الصبح عزيزة. ايه خير يا ست عزيزه؟ بس في ايه على الصبح؟ ما كنتش قادره يعني تستني شويه؟ ايه اللي صحاكي بدري كده؟ انا ما صحيتش لان ما نمتش. ايه يعني قصدك تقولي انك كنت سهرانه طول الليل؟ لو انت كمان سمعت اللي انا سمعته ما كنتش نمت. طب 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 اقعدي اقعدي. ايه بس حصل ايه؟ سمعتي ايه؟ اسمع يا سمير، انت مش تهمك مصلحه اختك؟ طبعا. ده مش طبعا وبس، ده طبعا قوي. ايه بس تقصدي ايه؟ طبعا مصلحتك من مصلحتها. البير اللي كنت بتحطي ايدك فيه علشان تاخد منه الفلوس خلاص هينشف هيتمسح، ما عادش هيتبللك منه ريق، الميه اللي فيه هتتقطع منه غد. ايه بس يا ست عزيزه الغاز دي على الصبح؟ قولي لي عايزه تقولي ايه بالظبط؟ جوز اختك ماله؟ ناوي يكتب كل املاكه على ابنه. إيه؟ هيحرم اختك وبنتها من كل حاجه. ايه اللي بتقوليه ده؟ اللي انت سمعته دلوقتي بالظبط. مش معقول،
مش ممكن يعني. وبعدين حتى اذا كان ناوي يكتب كل ثروته لابنه، القانون ما يسمحلوش بانه يتصرف في اكتر من تلف الثروه. اذا كان حتى هيكتب وصيه لحد، مش هيكتب وصيه، هيتنازل له عن كل املاكه بيع وشراء. بيع وشراء؟ ايوه، انا سمعته وهو بيكلم اخوه، وهيبعت يجيب المحامي عشان يتمم الاجراءات. مش معقول، مش ممكن. وايه اللي هيخليه مش ممكن؟ عينيهات عرفت، هو افرض ممكن تطالب بحقوقها. هيرفض؟ نعم، يطلقها، وساعتها هتلاقي نفسها هي وبنتها في الشارع. هتاخدهم عندك هنا ولا هتسيبهم يتلطموا؟ لا طبعا، مش معقول اتخلى عنهم. لكن هتكفيهم مصاريف منين وانت طول عمرك ايدك في جيب اختك؟ وتجيب خلاص، نفد على الهوى. هتستنى لما هي تتجوز راجل غني وتستفيد انت من وراها؟ وهتجيب منين الراجل الغني ده اللي يتجوز ست ومعاها بنتها؟ يبقى الحل ايه يا سمير؟ ايه ده يا ست عزيزه، انت سويت الدنيا خالص في وشي. انا مش فاهم حاجه ومش عارف حاجه خالص. لكن انا عارفه. عارفه؟ علاء لازم يموت. ايه؟ ايوه، يا علاء يموت، يا انا وانت واختك وبنت اختك نموت. ابوك الله يرحمه مات وسابنا غرقانين في الديون، محدش سترنا غير قعدتنا مع الناس دول. لما علاء يموت كمال مش هيلاقي قدامه غير مرفت بنت اختك. كل حبه هيبقى لها، كل حنانه، كل ثروته هتبقى المرفت. وثروه مرفت هي ثروتك يا سمير. انا فضلت طول الليل افكر في طريقه نخلص بيها من علاء، طريقة مضمونة من غير ما حد يشك أبدا إنه اتقتل. بس أنا ما أقدرش أنفذها لوحدي. أنا معاك يا ست عزيزة. اتفقنا على الشر. كنت فاكرة إن طريق الشر هو اللي هيضمن لبنتي سعادتها. هوان الشتاء، وقعدت استنى الفرصة اللي اقدر اشيل الحاجز الوحيد اللي واقف في سعادة بنتي، لحد ما جت الفرصة اللي كنت بستناها. يا عمرايم، عمرايم. ايوه يا كمال بيه. صباح الخير يا عزيزي. عمرايم فين امال؟ صباح النور. عم ابراهيم معاده الساعة 7، حضرتك صاحي بدري النهاردة. معلش انا صاحي بدري عشان هاخد علاء ونروح نركب خيل في النادي. طب حضرتك تؤمر بحاجه؟ ارجوك اعملي فنجان قهوه وطلعه لي فوق قبل ما اكمل لبس انا وعلاء. حاضر. الو سمير، صباح الخير. انا دادا عزيزه. بقول لك ايه، علاء وكمال هيكونوا في النادي بعد نص ساعه، لازم تسبقهم وتنفذ اللي قلنا عليه. وفعلا نفذ اللي اتفقنا عليه، بس علاء بدل ما يركب الحصان اللي كان مفروض يركبه ويقع من عليه، كمال هو اللي ركب، وهو اللي وقع، وهو اللي مات. كل ده حصل من غير عنايات يكون عندها اي فكره عنه. موت كمال كان صدمه كبيره على عنايات يا مجد، لانها عمرها ما نسيت انه كان جوزها وابو بنتها. لازم تعرف ان عنايات معدنها نضيف وانها بريئة. وزي ما قلت لك، انا اللي دبرت وانا اللي فكرت. كنت فاكرة ان السر ده هيفضل معايا لغاية ما اموت، لكن ربنا
سبحانه وتعالى يمهل ولا يهمل. وانا خدت جزائي انا يد بريئه يا مجد، انا يد ملهاش حد غير. لازم تقف جنبها، لازم تخليك معاه. انا سايبها أمانة في لا حول ولا قوة إلا بالله، إنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله. لازم اعترف، ما بقاش في داعي للانكار بعد كل اللي قالته للست عزيزه الله يرحمها. انا فكره الجريمه جات لي لما في يوم من الايام الست عزيزه اتصلت بيا وقالت لي ان المرحوم كمال هيكتب كل ثروته لابنه علاء، وتأكدت الفكرة دي عندي لما أختي عنايات جت مرة متخانقة مع جوزها بسبب ابنه علاء برضه، وكانت سايبة بيتها وجاية تقعد عندي. مستحيل يا سمير، مش قادرة استحمل أكتر من كده. يا عنايات أرجوك تعالي، لازم تستحملي شوية. قلت لك مش قادرة مش قادرة. وانا مش ممكن اوافقك على اللي بتقوليه ده. تطلقي ازاي؟ انت ناسيه الظروف اللي سابنا فيها المرحوم بابا. يعني ايه؟ مش هتقدر تعيشني انا وبنتي؟ يعني ده انا اضحي بروحي عشان خاطرك انت وميرفت. بس ايه المانع انك ترجعي لو الظروف تتصلح شويه بينك وبين كمال؟ مستحيل يا سمير، مستحيل. طول ما علاء ابنه واقف بيني وبينه، ده هو الامر الناهي في البيت، طلباته لازم تتنفذ مهما كان الامر. ده بيكرهني مش طايقني. تخيل ده وهو عيل صغير، امال لما يكبر شويه ممكن يعمل ايه؟ ممكن ياثر على ابوه يخليه يطلقني ويرميني في الشارع انا وبنتي. ساعتها لما اعجز مش هيبقى لي حد. ان كان ليا نصيب ان انا اعيش لوحدي واعيش من غير كمال، ان كان ليا نصيب ان اعيش مع حد تاني غير كمال، فالمفروض ان ده يحصل دلوقت قبل فوات الاوان. كلام عنايات كان بالنسبه لي جرس انذار، كان بينبهني لقرب الخطر. حسيت ان موت الولد ده هو الحل الوحيد لكل المشاكل. فضلت مستني الفرصه دي على نار عشان انفذ خطه عزيزه لغايه يوم الحادثه. اتصلت بيا الساعه 6 الصبح. الو، ايوه يا ست عزيزه، ايه بس اللي خلاكي تتكلمي بدري كده؟ بتقولي ايه؟ رايحين النادي دلوقتي؟ انت متاكده ان علاء هيكون معاه؟ طيب انا ضروري هكون قبلهم هناك. مع السلامه. Yeah.
مش كده، دي تسيب اثر على ظهر الحصان، البوليس يعرف انها مقصوده ومتدبره. هي دي اللي متدبره، البوليس اللي بتتكلم عليه. اتأمل، اخوك سليمان بير غويط ملوش قرار وكله منافع. انا عايز اخدمك، اللي عايزه يحصل يحصل، بس بالمفهوميه مش بالهبول كده، بالهداوه مش كراجه. ولما يتم اللي يتم نرميه في البير ونغطي عليه، ولا من شاف ولا من داري. يعني انت اعتبرني ايدك اليمين اللي بتقبض بيها. عايز كام؟ 10,000 جنيه. انت مجنون. وهو اللي هيروح لك انت والست اختك وبنتها شويه؟ اللي فاهم ان انا مش عارف يعني. اجيب لك مبلغ زي ده منين؟ ادفع الربع والباقي على سنه وربع. ما معيش. وانا ما بشككش. طب اسمع سليمان، اوعدك اني الوعد ما ينطرفش يا خفيف غير في بنك الهوى. طب ازاي؟ وصل امانه. وصل امانه؟ ورقه صغيره قد كده. لا قد كده بس، اضمن بها حقي. ما عنديش مانع كده. طب اكتب انت بقى على مهلك، على ما اجهز انا عده الشغل. بس بقول لك ايه، حسن خطك. ها اللي هيفتح لك باب العز والفلوس. هتعمل ايه ده؟ اوعى شويه كده. بص يا سيدي، بص، هنحطها تحت السرج كده بس. اول بقى ما الواد يركب فوق ظهر الحصان، الحصان هيهيج، هتقيد النار في ظهره، هيجري، مش هيقف ابدا، مش هيطيق الواد ولا ثانيه واحده فوق ظهره. يعني ال بيحصل اللي يحصل بقى. يا سليمان، يا ريس سليمان. سليمان يا ابني، الدار انت بقى الدار. انا هحضر له الحصان. ايه يا بيه؟ كل شيء تنفذ زي ما انتم مدبرينه، لكن اختلف في حاجة واحدة بس. أيوة، كمان ركب حصان ابنه، وبدل ما يموت الابن مات الأب. عندك اعتراض على الكلام ده يا أسطى سليمان؟ أنا ضحية بيه، ضحية. غرر بيا بيه، خدعني بفلوس كتير أوي بيه. أمرنا بحبس كل من سمير محي الدين وسليمان الكفافي مدة 15 يوما على ذمة التحقيق، ويخلى سبيل السيدة عنايات محي الدين بلا ضمان ما لم تكن مطلوبة على ذمة قضية أخرى.
أنا لو مطرحة كنت هعمل اللي أنت عملته، ولو أنت مكاني ما كنتش هتعمل غير اللي قررت إني أعمله. إحنا بينا حاجز، حاجز كبير قوي يا مجدي، خلقته الظروف، غلطة كبيرة فظيعة ارتكبها أقرب الناس لي، وكان ضحيتها أقرب الناس لي وليك. بس اللي لازم تفهمه إن أنا كمان كنت ضحية ومجني علي، جرحك قد جرحي، ألمك قد ألمي، ما أقدرش أواسيك ولا أنت تقدر تواسيني. حتى لو حاولنا الكلام حيبقى ميت، ما فيهوش نبض، ما فيهوش حرارة، هنكدب على بعض. الحاجز اللي بينا كل يوم حيكبر لغاية ما نبعد عن بعض أكتر، لكن لو افترقنا مين عارف، يمكن الأيام تهدم الحاجز ده، وساعتها نقدر نحط إيدينا في إيدين بعض من أول وجديد. لكن دلوقتي والجرح لسه بينزف منك ومني، هيبقى صعب ويمكن مستحيل. عشان كده لازم امشي دلوقتي يا مجدي، لازم. خلي بالك من علاء، ده في عينيه.